السلام عليكم الناس، مرحبا بكم في قناه فاسي فود. اليوم نحضر معكم ان شاء الله هذا العصير تيجي زوين لذيذ وصحي ديال القرعه الخضراء، تيجي بحال العصير ديال الافوكا. تنتمنى باش تشربوه ويعجبكم، واللي جرب هذا العصير وعجبو يدير ليا لايك ويشترك القناه تاعي، وهذا فضل من الله امرا. ودابا ان شاء الله ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هذا العصير ديالنا، تنحتاجو 500 غرام ديال القرعه الخضراء مسلوقه، خلينا حتى بردات وحتى ضمنوا بالماء ديالها، ياغورت بنكهات الموز. نتوما ممكن ديروا ياغورت بنكهات الفانيلا او بنكهات البيستاش يكون احسن. نصف لتر حليب، ساشي فانيلا، عاد المعلق ديال السكر سنيده، والسكر تبقى على حسب الذوق، نبداو على بركه الله. نجيبو الخلاط ديالنا، تنديرو هاد القرعة ديالنا، تنضيفو عليها هاد الماء ديال القرعة باش تسلقات القرعة، تقريبا كاس ديال العنبة. تنخلطو هاد العناصر، تنضيفو البيض، تنضيفو ياغورت، تنضيفو الحليب، تنطحنو هاد العناصر، من بعد تنضيفو هاد الساشي هذا ديال الفانيلا، هاد 4 معالق ديال السكر سنيده، تنخلطو الكل. العصير ديالنا نتمنى باش يعجبكم هذا العصير هذا ديال القرعه، هو مفيد وصحي خصوصا للوليدات الصغار اللي ما تياكلوش القرعه. نتمنى باش يعجبكم هذا العصير هذا وتجربوه، واللي جربته تخلي ليا لايك وتابوني بالفلاشين ديالي بالنسبه اللي مازال ما تابوناش. ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.